بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الثاني من قاعدة بيانات المدرسة، الإصدار الثاني. النهاردة إن شاء الله هنشتغل على الجزئية. ده أول فيديو في الشق العملي، يعني الفيديو اللي فات كان تمهيد كده وتقديم للمشروع بصفة عامة. النهاردة هنبدأ ببيانات المبنى المدرسي، هنشوف هنشتغل عليه إزاي وهنعمل فيه إيه. هنبدأ النهاردة نفتح الأكسس قواعد البيانات نيو. قاعدة البيانات هنبدأ ننشئها الآن، قاعدة بيانات جديدة هنسميها قاعدة بيانات المدرسة، انتر عشان أثبت الاسم وانتر كمان عشان أفتح قاعدة البيانات التطبيق. هفتح الاكسس، بيبدا يفتح معايا طبعا فارغه تماما، ما فيهاش لا تيبلز ولا كويريز ولا فورمز ريبورتس، ما فيش اي شيء. هروح هنا على انشاء، طبعا انا 2010 شغال على 2010 الاوفيس اللي هو حزمه اوفيس 2010. هروح على انشاء وهبدا اضيف اول جدول عندي، ممكن من الطريقه دي او من التصميم والجدول المباشر او من التصميم، ماشي كما يحلو لك. خلينا ندخل على الجدول المباشر اهوت. هو ضاف لي اول كولوم او الفيلد كده اسمه المعرف، ماشي، اللي هو الترقيم التلقائي، ده الكود الاولاني. بعد كده بتبدا تضيف حضرتك من هنا نص. هسمي اول شيء عندي وصف المبنى، الجزء اللي احنا شغالين فيه دلوقتي هيكون المبنى المدرسي، ماشي. بعد كده هيكون فيه العنوان، هيكون نص برضو عنوان المبنى او العنوان، خلي العنوان بس. بعد كده فيه رقم تسلسلي ورقم تعريفي. الرقم هنختار رقم، النوع رقم، وهسميه رقم تسلسلي للمبنى. وهنا بعد كده رقم تعريفي، برضو اختار رقم، اقول رقم تعريفي. طبعا الناس اللي مش شغالة بالطريقة ديت اللي هي الجدول المباشر كده، هنكمل على في طريقة عرض التصميم. اول ما اروح لعرض التصميم احاول اروح ليه، فبيقول لي انت عاوز الجدول ده اسمه ايه، هسميه المبنى او بيانات المبنى، مفيش اي مشكلة، اي اسم تختاره حضرتك. دخل على عرض التصميم وقال لي انا عندي المعرف وده المفتاح الاساسي وده ترقيم تلقائي، وصف المبنى نص، عنوان نص، رقم تسلسلي نص، رقم، ورقم التعريفي ده رقم، ده الحقول اللي انا اضفتها حاليا. بعد كده عاوز رقم التليفون، طبعا التليفون الارضي، نقصد هنا الخط الارضي يعني، ده هسيبه نص زي ما هو عشان اتمكن من اضافة الصفر فيه. عاوز كمان اعمل رسم كروكي للمبنى، خلي رسم كروكي وخلاص، ماشي. وده هنعمله هيكون عبارة عن مرفق attachment، مرفقات، يعني هضيف الرسم الكروكي هنا كمرفقات مع البيانات بتاعتي. تعال هنشوف بس مع الشغل كده هيبان معانا ان شاء الله. تاريخ انشاء المبنى، تاريخ الانشاء ده هيكون يوم تاريخ ووقت، وعاوز كمان عدد الطوابق، ده هيكون رقم، 5 طوابق او 6 او 4 او غيره، ماشي. عدد الحجرات الدراسية، ده برضه هيكون رقم في المبنى كله. كمان محتاجين نضيف هنا مساحة الملعب، بالمتر المربع، هنخليها متر مربع، ميم مربع، خلينا نكتبها بالمتر مربع، بالمتر مربع، وده هيكون رقم مساحة الملعب اللي قدام المبنى. كمان
كمان عايزين نضيف، هل فيه معمل تطوير المعامل بقى؟ هيكون عندنا فيه معمل تطوير تكنولوجي، وده هيكون نعم ولا، يعني هل فيه تطوير ولا لا؟ فيه معمل، فيه مكتبة ولا مفيش؟ خلينا نختارها نعم ولا. فيه مسرح مدرسي ولا مفيش؟ برضو نعم ولا. شغالين اهوت عملي. فيه معمل حاسب آلي ولا مفيش؟ نعم ولا. كمان هل هناك حديقة؟ يعني ده البيانات على ما أذكر، يعني حديقة، هل فيه ولا مفيش حديقة في المبنى بتاعي أو المبنى قدامه حديقة ولا لأ؟ ده يعني الأشياء اللي أنا يعني تذكرتها إلى الآن. الجدول ده نعمله حفظ وأروح لعرض كده الجدول نشوفه أهو. أدي المعرف، المعرف ده يعني تم إضافته تلقائيا. وصف المبنى، العنوان، الوصف المبنى ده يعني أنا عندي لو عندي أكتر من مبنى في المدرسة بتاعتي، في مبنى شرقي ومبنى غربي، مبنى رئيسي ومبنى فرعي، مبنى في صغير مثلا ومبنى كبير كده يعني. وصفه هنختار، نكتب اسم المبنى هنا أو الوصف بتاعي، رقم التسلسل ورقم التعريفي ورقم التليفون. الاتشمنت ده بتاع المرفقات، هنا أنا عايز أعمل الكابشن بتاعه أسميه الرسم الكروكي. من ايه، منين هنضيفه؟ من الحقول. الاسم التوضيحي ده نخليها المرفقات رسم كروكي، التسمية التوضيحية نسميها المرفقات رسم كروكي. تمام، اوكي، تم اضافة الاسم هنا. تاريخ الانشاء ده طبعا تاريخ ووقت وعدد الطوابق والحلقات الدراسية، مساحة الملعب، تطوير فيه ولا مفيش، والشيك بوكس اهوت، ماشي، وهكذا. تمام، خلاص. التيبل ده هعمله حفظ اهوت، وبعدين هعمله اغلاق. انتبه للخطوة القادمة ديت، انا هروح مباشرة على، وانا واقف على التيبل كده بحدده، هروح على النموذج دي، ماشي، وهضغط عليه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان تم انشاء نموذج، ماشي، ل التيبل بتاعي، فورم، شاشة ادخال للتيبل بتاعي بكل التفاصيل. المعرف ده انا مش عاوزها، عاوز احذفها. اعمل ايه؟ احددها كده واضغط ديليت من لوحة المفاتيح، خلاص تم حذفها. البيانات دي، الخط ده كبير خالص كده، المساحة ديت واسع خالص، عايز اعمل لها تصغير شوية. وانا محدد من هنا، طالما هما متجمعين بالجروب ده هوت اللي اوت ده، اعمل من هنا كده اسحب كده، كله بيتاثر بعمليه الضغط ديت او السحب والافلات دي او السحب ده، تصغير والتكبير ده. طيب انا عاوز اروح لعرض التصميم عشان اشتغل هناك، لان طبعا عايز اعمل تصميم غير ده. هروح لعرض التصميم، هيبدا من هنا اخد البيانات اللي تحت دي، مثلا الثلاثه دول. طيب نعمل تراجع، لازم اشيل اللي اوت ده الاول، التخطيط ده، اضغط كليك كده واروح على تخطيط واعمل ازاله التخطيط، ريموف لاي اوت، عشان كل بيان يبقى بالبيان بتاعه. دول اللي هي ديت الشيك بوكس ده، نصغره وانا ضاغط على كنترول من لوحة المفاتيح، اضغطهم كلهم كده عشان احدده كده واخليه صغير خالص على قده بالظبط، او يعني صغر شوية. ده وده 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 وده، تعال ناخدهم كده نضيفهم في الناحية دي، صغرهم شوية، نحدد دول، نقربهم هنا. طبعا امسك من هنا عشان امسك دي لوحدها، ماشي، واكبرها شوية، امسك من هنا عشان امسك دي لوحدها، واوديها هنا اكبرها شوية، امسك من هنا او احدد دول الاتنين واحددهم كده، طبعا ما بيتحركوش، امسك واحدة بس بواحدة كده،
اوسعها شويه، طبعا بيأثر على انهم يتوسعوا هما الاثنين، مفيش مشكله، امسك دي واحركها هنا. تمام كده انا حددت دول وخليتهم هنا. تعال نحدد دول كمان وتصغر شويه، ما بتصغرش. طيب من هنا كده مثلا نحدد دول ونصغر البيانات بتاعتنا. تمام كده اخد دول كلهم احطهم هنا، خليهم في مكانهم دلوقتي. هضيف ده اسمه مستطيل، هضغط عليه من هنا من تصميم وارسم مستطيل. ارسم مستطيل، المستطيل ده هضيف فيه المعامل، اخد المعامل دي كده واضيفهم هنا. تمام احدد كل ده كله واروح على تنسيق واختار المخطط التفصيلي ده واعمل اللون ده تلقائي. ايه التلقائي ده؟ التلقائي ده هيعمل لي الخط اللي هو اللي بره ده هوت، يبينه كده باللون ده، خط خفيف كده ماشي. وانا محدد كله كده اروح على بولد دي اخليه كله بولد، واروح على لون الخط اخليه كله تلقائي بالاسود عشان يبقى اوضح في الرؤية. وطبعا حضرتك ليك مطلق الحرية في اختيار الالوان والتنسيقات، احنا بس بنحاول يعني نعمل اي شكل كده. المستطيل ده هروح على الفيل بتاعه واعمله فيل خفيف كده ماشي. هو كده يعني امام الايتمز اللي هنا، الاشياء العناصر اللي هنا، فهروح على ترتيب واختار ارسال الى الخلفية كده. كده المستطيل راح ورا. اروح على الاشياء دي اللي هي التكست بوكس ده او الليبلز دي، احددها كده واروح اعمل لها تنسيق، يعني يكون بلون اخر مختلف قليلا ماشي، وليكن مثلا ده. تمام تعال نشوف كده حفظ اسمه المبنى، مفيش مشكلة. ده الفورم ده، وبعدين العرض، يلا ده الفورم حاليا بالطريقة دي. لا انا مش عاوزه كده، انا لسه عاوز فيه شوية شغل. هروح على وضع التصميم، انا عايزه بوب اب منبثق. هروح على بيانات غير ذلك منبثق، اضغط دبل كليك، هو كده اصبح منبثق ماشي. كلمة المبنى دي منبثق يعني ايه يا جماعة؟ اهوت حفظ، تعالى نعمل كده عرض، منبثق يعني كده اهوت، يعني بره قاعدة البيانات، انا ماسكه اهوت بحركه يمين وشمال. عايز اكتب هنا كلمة المعامل، وعاوز اكبر الرسم الكروكي ده شوية عشان ارسم فيه او اقوم بادراج بعض الاشكال فيه كده. طيب تعالى نعمل وضع التصميم، نكتب هنا كلمة المعامل، اخد لي ليبل تسمية من دي هنا كده واضيفها هنا واكتب كلمة المعامل، ونعمل شيفت كده وحرف التي عشان نعمل التكشيدة ديت، واخد الليبل ده كده خليه هنا في المنتصف مثلا. نعمل فيل كده بسيط للأشكال دي والخلفية. تعبئة الشكل، انا مش عاوز الشكل، انا عاوز الخلفية. ايوه هو ده، وهعمل ده هخليه كده، وده صغره شوية، والفورم كله نصغره شوية. لو الفورم مش بيتصغر معاك، يعني هنا اهوت مش راضي يتصغر، اعمل ايه؟ عندك حل من اتنين، يتحدث كل الاشياء اللي عندك وتاخدها الناحية دي وبعدين تضغط كده هيتصغر الفورم، يا اما تعال نوسعه تاني
ماشي، اهي كل العناصر اللي عندي في الناحية دي كده ماشي. لما تيجي تصغر الفورم من الناحية دي مش هيتصغر، اهو مش بيتصغر، تسحبه كده على جدهم مش بيتصغر. تعمل ايه؟ هتروح تحدد الفورم، دي الطريقة التانية. طبعا بنعرض المهارات التعامل مع النماذج دهوت. هتروح على بيانات، لا تنسيق، وانا محدد الفورم من هنا او مختار من الكومبو بوكس ده، مختار كلمة نموذج ماشي، او دبل كليك هنا هيروح على النموذج مباشرة. شايف انت اتجاه ديت من اليمين الى اليسار، اضغط عليها واختارها من اليسار الى اليمين. لما تختار كده وتحدد كده هيتم تقليص الحجم مباشرة اهوت ماشي. يتحدد العناصر كلها وتوديها الناحية دي وبعدين تضغط تاني، ما فيش مشكلة، ان الحلين مع حضرتك اللي تختاره. تعال نشوف كده، هنا الفورم اهوت، اسمه المبنى، وصف المبنى، العنوان، الرقم التسلسلي ورقم التعريفي ورقم التليفون والكروكي. احنا عندنا شغل كتير، تعالى نضيف الاول المعامل ديت. انا نسيت اضيف معمل العلوم هنا. طيب معمل العلوم هل هو موجود في الجدول؟ خد بالك انا مش نسيت اضيفه، انا سبته علشان بعد كده نحاول نعدل على الفورم ونتعلم برضو المهارة دي. لو انا عاوز اطور في الفورم ده اضيف معمل علوم هنا، هل ينفع ان انا اخد كلمة الحديقة ديت، اخد الحديقة دي مثلا واروح اعملها نسخ ولصق هنا كده واكتب معمل علوم؟ طب هتسمع فين في الجدول؟ مش هتسمع، ملهاش مكان. انا لازم اروح على التيبل واعمل حقل هناك في التيبل اسمه معمل العلوم ماشي. وبعد كده تعال نشتغل عملي، تعال نشتغل عملي، نقفل ده اغلاق. بس خد بالك انا كنت شيكت على، ضغطت على الشيك كده، فممكن يكون سمع معايا انا فعلا اهوت. لما ضغطت دلوقتي على على تقريبا المكتبة او حاجة زي كده، وبعدين لما ضغطت وبعدين شلت الشيك بوكس منها تاني، فعمل لي رقم واحد في المعرف، تعال نحذفه. انا اصلا مش عاوز المعرف ده، مش محتاجه في حاجة، عشان كده مضفتوش في الفورم. المهم انا عاوز اضيف معمل العلوم، هروح هنا واعمل انسيرت لحقل اهوت، اضافة حقل طبعا من هنا او من هناك من عند وضع التصميم ماشي. والحقل ده هسميه ايه؟ هسميه معمل. هنا مش هينفع اضيفه من هنا لان هو كده ضافه على انه نص صح. نوع البيانات ده نص، انا مش عاوز نص، لا انا هحذفه. تعال نروح لوضع التصميم، ممكن نحذفه من هنا طبعا من اكتر من مكان، ولكن هنروح لوضع التصميم، الطريقة اللي اغلب الناس شغالة بيها. الحقل ده هروح احذفه من هنا، خلاص انا حذفته. هروح هنا واعمل معمل علوم، وده هيكون نوعه نعم ولا اهوت، خلاص. واعمل حفظ كده، انا ضفت حقل واغلاق. هروح على المبنى، هل معمل العلوم انضاف هنا؟ لا ما انضافش. طب ازاي اضيفه؟ هروح على التصميم، اشتغل على التصميم، وهروح هنا. شايف انت ورقة الخصائص دي اللي هي بتحدد لي ورقة الخصائص دي، لما اضغط عليها كده يعني بتختفي ورقة الخصائص، ولما اضغط عليها كده بتظهر جنبها. هنا في اضافة حقول موجودة ماشي، اضغط عليها فبيقول لي دي الحقول اللي موجودة عندك في الجدول ده اللي انت مختار منه الشغل ده. في هنا حقل العلوم اهوت، امسكه كده اهوت وروح حركه، ضيفه في اي مكان، تم اضافته هنا، خده كده وروح حطه هنا اهوت ماشي. وامسك الشيك بوكس ده من هنا من النقطة دي وحطها في مكانها كده، ومعمل العلوم اجف على الحديقة مثلا، وروح لتنسيق واختار الفرشة، الفرشة دي بتاعت التنسيق، نسخ التنسيق دي، واضغط على معمل العلوم مرة واحدة، تم نسخ التنسيق ده هنا. وبعدين حدده واعمل له تكبير كده زيه زي زمايله. انا عاوز الشيك ده وده 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 وده، يجربوا شوية من زمايلهم كده، انا اخدهم كده مش راضيين طبعا. ليه؟ لان هم معمول لهم ارتباط كده معاهم. همسك واحد بواحد من هنا من النقطة دي واحركه، احركه اجيبه عند بالظبط كده، وده من النقطة الرصاصي ديت ماشي. لان لما لو مسكته من اي مكان وحركته بيتحركوا الاتنين سوا لانهم مرتبطين، فطبعا هنا هتوديه عنده بالظبط كده ماشي، وتبدأ تظبط المكان بتاعه اهوت مثلا هنا
وهنا وهنا من النقطة دي. كده اتعلمنا مهارة ازاي نضيف معمل في او اضافة بيانات معينة في الفورم اللي هو جاهز. خلاص احنا خلصنا. انا عاوز بقى الرسم كروكي ده اولا ديت، هنزل بقى تحت شوية هنا، والرسم ده هكبرها شوية وكده، نعملها تكبير شوية كده كده مثلا. تعال نشوف الفورم بتاعي شكله ايه. حفظ ده شاشة الادخال الفورم بتاعي كالمباني اللي عندي في المدرسة. طبعا وصف المبنى هنقول ان ده المبنى الرئيسي، العنوان، طبعا بتكتب العنوان بالتفصيل عندك، الرقم التسلسلي. هنتخيل ان المبنى الرئيسي ده الرقم بتاعه كده 9، والرقم التعريفي والرقم هنتخيل ان الرقم التسلسلي 5 9 مثلا، والرقم التعريفي برضه هنتخيل ان هو 5 8 مثلا، ماشي. ورقم التليفون 9 هو كمان، ماشي. الرسم الكروكي هنسيبه شوية. تاريخ إنشاء المبنى ده تاريخ بتختار من الكالندر ديت، ماشي، أو بتكتب بإيدك. عدد الطوابق هنتخيل إنهم 5، ماشي. عدد الحجرات الدراسية، الكلمة دي عايزة تصغر شوية، مفيش مشكلة نصغرها بعد شوية، مثلا 30. مساحة الملعب مثلا 2400، وفيه تطوير وفيه مكتبة وفيه مسرح وفيه حاسب آلي وفيه حديقة وفيه معمل، كل المعامل موجودة، ماشي. من هنا هضغط على التالي. طبعا ممكن أعمل زراير هنا، هنضيف الزراير برضو للتالي والسابق وكده، ماشي. أدي التالي بدأ على وصف المبنى ده، هيكون المبنى الغربي مثلا، ده مبنى فرعي، العنوان في نفس المكان، الرقم التسلسلي للمبنى ده هيكون مثلا 4 5، والرقم التعريفي برضه هيكون 4 5 مثلا، هو بيختلفين طبعا ولكن يعني ده كمثال، ورقم التليفون برضه، ماشي. وتاريخ إنشاء المبنى طبعا مختلف عن إنشاء المبنى التاني، ممكن حضرتك تختاره زي ما تحب. عدد الطوابق ده 3 طوابق بس، وفيه 12 حجرة دراسية، والملعب اللي قدامه صغير، خليه 900 متر، وفيه حديقة بس كده. خلاص انا هروح على الاغلاق، هروح الجدول بتاعي، اتأكد ان البيانات تم تسمع، فعلا البيانات كلها موجودة هيت، ماشي. الخطوة القادمة ان احنا عاوزين ازاي نعمل الرسم الكروكي، ازاي نضيف الرسم الكروكي للمبنى وازاي نستخدمه. موضوع الرسم الكروكي ده تعالى ندخل على الفورم بتاعنا اهوت. هنا في الرسم الكروكي ده عشان احنا مختارين نوع البيانات هنا مرفقات، فاداني سهم اهوت بس نوت اكتف التالي والسابق، واداني كمان ادارة المرفقات. تعالى نضيف كده رسم كروكي. انا يعني ما حضرتش رسم كروكي للمبنى، ولكن يعني خلينا نتخيل ان في رسمة معينة، ماشي. ندور الرسم الكروكي، تعالى نشتغل عليه كده. انا يعني هتخيل ان احنا عندنا اكتر من دور، طبعا احنا في المبنى الرئيسي ده ليه 5 طوابق، المفروض ان احنا نضيف 5 لكل طابق رسم كروكي. فهضيف من هنا كده، انتبه معايا، انا لو رحت ل قائد العمل اهوت، قاعدة بيانات مدرسة، ده الشغل اللي احنا فيه، نختار من هنا كده الشكل بتاعنا بحيث يكون ظاهر. نتخيل ان ده مثلا هو الرسم الكروكي للدور الاول مثلا، موافق. هنا صورة الشكل على طول تم ادراجها تلقائيا، ولما بضغط عليها كده بضغط على الشكل ده اللي هو الدبوس ده واعمل اضافة، بيتم اضافة اختيار اكتر من شكل، يعني مثلا ده الدور الثاني مثلا، موافق،
موافق. هنا لما اضغط على الشكل الكروكي ده، الرسم الكروكي اللي ده، فهكتشف ان ده تم تفعيله، اللي هي الامام او الخلف. ماشي، اضغط كده، ده الشكل التاني. طيب تعالى نضغط هنا ونضيف كمان شكل او اتنين. ماشي، ده المفروض ان هو رسم كروكي انا رسمه، يعني المفروض يكون موجود معايا. اختار الشكل ده والشكل ده والشكل مثلا ده. ماشي، موافق، تم ادراجهم هنا. اي شكل انت عاوز يعني تعمل له تعديل او كده، او حذف اضافي، اضافه وفي ازاله، اهو بتحدده وتعمل له ازاله، او بتعمل اضافه وتختار غيره. ولو هو في قاعده البيانات وعايز تعمل له حفظ باسم، بتعمل له حفظ باسم هنا، بتنزله من قاعده البيانات عندك على الجهاز. المهم انا عملت موافقه اهوت، وهروح اضغط على التالي والسابق، يستعرض معايا الاشكال بتاعه الرسم الكروكي للمبنى الحالي اللي انا فيه. طيب لو رحت للمبنى اللي بعد كده، اللي هو المبنى الفرعي ده الغربي، ماشي، الشكل الكروكي بتاعي مش موجود فيه. هروح اختار له هو كمان رسم كروكي من هنا من اضافة، هختار مثلا ده الشكل ده. ماشي، تم اضافته. ده عبارة عن صورة جي بي جي، صورة عادية خالص، عشان كده بتظهر معايا هنا. طيب لو الدور التاني مش صورة، المرفق بتاعه، الرسم الكروكي بتاعه بي دي اف مثلا او ملف وورد او غيره، بختاره من هنا برضه واروح اعمل اضافة، وبختار الملف بتاعي اهوت 3 بي دي اف، واعمل له موافق او فتح، ظهر معايا هنا وبعمل موافق. بعد كده لما بتروح تختار السابق او التالي، بيظهر لك الملف هنا على انه ملف، ما تقدرش تفتحه من هنا، ولكن تقدر تعمل عليه دبل كليك، ماشي، وتروح تختاره وتعمل له فتح من هنا، ماشي، او حفظ باسم تنزله عندك. يعني معاك الخيارات هنا يعني متاحة. خلاص تمام، هنلغي الامر ده، وعاوز اللي بعد كده او السابق من هنا والتالي هوت. ماشي، عايز اضيف الرسم كروكي التالت، هيكون رسمة او صورة يعني، هعمل اضافة واختار طبعا الشكل اللي انا عاوز اضيفه. موافق، موافق، هنا اضغط التالي او للامام. احنا ضفنا كده ايه، ده البي دي اف، ودي دي رسمة، ودي صورة تانية او رسم كروكي تاني. ماشي، التلاتة دولت للمبنى الغربي. طيب المبنى الرئيسي، هروح من هنا اللي هو واحد من اتنين ده، وده البيانات بتاعته والرسم الكروكي بتاعه، ومن هنا أبدأ أتنقل بين الرسومات الكروكية للأدوار المختلفة. طبعا هي دي ده نموذج يعني كده، طبعا ده مش رسم كروكي ولا حاجة، ولكن عند حضرتك ممكن تعمل رسم للدور، رسم كروكي كده بالقلم والمسطرة، وتصوره بالموبايل وتضيف الصورة على الكمبيوتر، وبعد كده تدخلها على قاعدة البيانات، عادي خالص، مفيش أي مشكلة. احنا بس بنحاول نوضح المعلومة. انا عاوز اعمل هنا زر اسمه التالي وزر السابق، عشان بدل ما انتقل من محددات السجلات دي الغيها والغي الكلام ده. تعالى نعملهم سريعا كده الفكرتين دول او الازرار ديت، وعايز اكبر الفورم شوية صغيرين كده، اضيف الازرار هنا. ماشي، هروح على طريقة عرض التصميم، اكبر الفورم من هنا، ماشي، شوية صغيرين كده، اضيف فيهم الازرار. هروح للبوتوم ده واضيفه. احيانا لما حضرتك بتضيف البوتوم ده او الزر ده، بيحصل يظهر هنا الويزرد اللي هو بتاع يعني انت عاوز تعمل ايه بالبوتوم ده وتختاره كده والتالي ومش عارف ايه. هي ليه ما ظهرش عندي هنا؟ تعال نحذفه. هروح اختار، شايف انت السهم الصغير ده، تفتحه وتروح تعمل اكتف لاستخدام معالج عناصر التحكم ده. افتحه تاني كده، بص هو كده اكتف اهو، شغال، ماشي، منور كده. طالما هو شغال كده، لما تضيف الزر من هنا كده، هيظهر لي الويزرد ده، المعالج ده، معالج زر الامر ده، بيقول لي انت عايز تعمل ايه، التنقل بين السجلات. ايوه، السجل الى اخر، انتقال الى الاول، التالي، انا عاوز ده التالي. ايوه، موافق. وبعدين هستخدم صورة ولا هتستخدم نص؟ هستخدم نص اسمه سجل التالي، موافق، والامر ده اسمه كذا، انهاء. قال لي ده السجل التالي،
ماشي، ده لما تضغط عليه هينتقل مباشرة للسجل التالي. السابق نفس الكلام بالطريقة ديت، وطبعا في أكتر من طريقة، في الطريقة ديت ماشي، وفي طريقة الماكرو بيلدر، وفي طريقة الفيجوال بيزك ماشي. الطرق متعددة وكثيرة وسهلة وكلها بتؤدي إلى نفس الغرض. الفيجوال بيزك سهل خالص، والأكسس كله بصفة عامة إن شاء الله سهل ويسير. تعال نضيف الزر التاني بالطريقة ديت، وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة هنتعامل مع الماكرو بيلدر زي ما وعدناكم. قاعدة البيانات دي هتكون كلها بالماكرو بيلدر. طيب تعال نروح نعمله بالماكرو بيلدر برضو ماشي. تعال نحذف ده ديليت، ونروح نضيف نحذف نعمل ايقاف لاستخدام عناصر المعالجات العناصر التحكم ديت، واضيف زر هوت ماشي، واسميه التالي، واعمل له كوبي كنترول سي كنترول في، اخده من هنا اخليه السابق، وممكن اضيف الاول والاخير وكده ماشي. وممكن اعمل حذف وحفظ واغلاق كل شيء، بس خلينا نكتفي بالتالي والسابق عشان طول الفيديو في الحالي، وان شاء الله نعمل الازرار ديت في فيديوهات قادمة ان شاء الله. تعال بس نكتب الكود بتاع ده، انا هروح على التالي ده، طبعا هما الاتنين كده اسمهم التالي، ده نخليه السابق ماشي. التالي ده هروح على، طبعا هنا لسه قائمة الحقول موجودة، اروح على ورقة الخصائص، اختار حدث عند النقرة، اضغط على الثلاث نقاط دولت، يظهر لك اختيار المنشئ، انت عاوز تستخدم الماكرو ولا منشئ التعبير ولا تعلم الفيجوال بيزك. انا هستخدم الماكرو، اضع عليه دبل كليك، دخلت على الماكرو على طول. عايز ايه؟ لما تضغط على الزر ده عايز انتقل الى السجل التالي، يبقى جو تو ريكورد، هتلاقي فيه هنا اشياء كثيره. جو تو ريكورد اهيت، يعني اذهب الى السجل. سجل ايه؟ نوع الكائن، احنا في النموذج جو تو ريكورد، النموذج اسمه، على فكره مش ممكن ما تعبيش اصلا الشغل ده خلاص، انت اعمل بس التالي مباشر وخلاص اهوت، لان هو اصلا انا جوه النموذج، فهو مكتوب هنا التالي خلاص. حفظ واغلاق، واروح على ده، واروح للتلات نقاط دول، واختار منشئ الماكرو موافق، واختار الى جو تو ريكورد نفس الكلام جو تو ريكورد، ايوه ده التالي ديت، اختار انا عندي هنا التالي والسابق والاول والاخير والجديد وانتقل الى اهوت، خلينا نختار السابق لان ده هو السابق، واختار موافق. بنفس الطريقه بتعمل السابق الاول والاخير وكده، حفظ واغلاق. تعال نشوف الشغل بتاعنا، حفظ، ونعمل معاينه كده، ده المبنى بتاعي ماشي، ده المبنى الرئيسي. اروح للتالي اللي هو المبنى الغربي، ولو هتضيف سجل جديد هتضغط على التالي هيبدا يضيف لك مبنى ثالث للمبنى بتاعي، ودي البيانات اللي عندي، وده طبعا الرسم الكروكي بتاعي اهوت ماشي. السابق الزر شغال، ده المبنى الرئيسي، الرسم الكروكي اهوت شغال طبعا مفيش اي مشكلة، بس عندنا صورة متشابهة اللي هي صورة الوردة ديت موجودة هنا وموجودة في المبنى التاني ماشي. دي ببساطة اللي حبيت ان انا اعرضه في الفيديو الحالي. المفروض نشيل محددات السجلات ديت، والمفروض نشيل الأزرار ديت اللي هي الكلوز والماكسمايز والمينيمايز والسجلات اللي تحت ديت، ولكن دي يعني خلاها في فيديو تالي. المعلومات دي بتتكرر معانا أكتر من مرة. أتمنى إن حضراتكم تكونوا يعني استفدتوا من الفيديو الحالي. دي الخطوة الأولى في قاعدة بيانات المدرسة، الإصدار الثاني وإن شاء الله الإصدار ده هيكون متميز، فيه كثير كثير من المهارات. كل جزئية فيه عبارة عن قاعدة بيانات مستقلة ان شاء الله. احنا بدأنا بالسهل هوت المبنى، حضرتك افتح قاعدة بيانات، افتح تطبيق الاكسس، واعمل اللي احنا عملناه النهاردة بكل التفاصيل ماشي. اذا قابلتك اي مشكلة اعرضها ونتناقش في حلها ان شاء الله. سعدت بكم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.